إذن اليوم سندرس حول مكون النافيجيشن أو مكون التنقل. فإذا ذهبنا إلى محرر مجددا وذهبنا إلى قوالب وإلى إندكس أو قالب الصفحات، لاحظوا مجرد أنني أذهب لقالب الإندكس يظهر لي هنا هيدر، لأن هذا هو عبارة عن هيدر. فإذا ذهبت إلى الهيدر، إذن هذا هو، وقمت بالنقر على القلم للتحرير، فهذا هو الهيدر، وبالأعلى مكتوب الهيدر، يعني أنا الآن في نموذج الهيدر. فإذا معلومة بسيطة، النماذج التي ستجدها هنا إن كانت لأجزاء القالب أو كانت عامة، هذه الأنماط مثلا القوالب هنا إن كانت لمثلا نموذج الإندكس، نموذج البيجز، فسبب أنك تراها هنا هنالك سببين. السبب الأول أن هذه النماذج موجودة بملفات، ويعني بملفات يعني إذا ذهبنا إلى القالب الخاص بنا، هذا هو القالب. فمرة أخرى، وجود هذه الإندكس هنا هذا يعني أن هنالك إندكس بالملفات، هذا احتمال رقم واحد. وإذا ذهبنا إلى تابلتس هنا أو تمبلتس، فإذا سنجد الإندكس. جيد. طيب الاندكس يعني يمكن ان تقول هو قالب اساسي، فاكيد هو موجود، او نموذج اساسي اكيد موجود في كل القوالب. لكن مثلا بيجز، لنسال سؤال عن البيجز، وجود البيجز هنا هذا يعني احتمالين. الاول ان البيجز موجوده بالصفحات وبالفعل موجوده بالملفات القالب، وبالفعل هي موجوده. والاحتمال الثاني هو ان محرر هذا الموقع أو أدمن هذا الموقع قام بإنشاء قالب بهذه الطريقة، أنه قام بنقر على بلس وأنشأ قالب، مثلا أنشأ قالب للسينجل بوست مثلا، يعني صفحة مقالة الأحادية. فإذا هذه هي، فإذا يمكن أن أختار نمط، ويمكن أن أقول تخطي. النمط سندرسه لاحقا، فيمكن هنا أن نكتب هنا أن نضيف شيء، مثلا نضيف، لا نريد أنماط. لاحظوا في الأعلى هنا يوجد أنماط، مكونات، وسائط، نحن نريد مكونات، الأنماط لم ندرسها بعد. فمثلا يمكن أن نضيف عنوان، وبالعنوان هنا نكتب أن هذه صفحة المقالة. طبعا هنا لم نجعلها ديناميكية أبدا، أي لم نجعل المحتوى يظهر هنا بشكل ديناميكي، لكن قمنا بإنشاء النموذج. فإذا لو عدنا إلى هنا لاحظوا، إذا عدنا للقوالب، لاحظوا الآن أصبح لدي قالب إندكس، قالب بيجز، وقالب سينجل بوست. طيب مرة أخرى نسأل السؤال، لماذا هذا موجودة هنا؟ الاحتمال الأول الذي أخبرتكم عنه قبل قليل، أن هذا نموذج موجود ضمن الملفات. فإذا ذهبت للملفات فيفترض هنا أن أجد هذا القالب، لكنني لم أجده. فما الاحتمال الثاني؟ أن الشخص أنشأه ب الموقع نفسه. طيب ما دام الشخص أنشأه بالموقع نفسه، فإذا أين هو فعليا؟ أين تم حفظ هذا النموذج؟ فإذا الجواب لهذا السؤال تم حفظه في قاعة البيانات. فبالتالي أنت كمدير موقع الآن، هذه الأفكار مهمة بالنسبة لك. لماذا؟ لأنك مثلا قمت بتعديلات هنا، مثلا على موقعك الخاص او الموقع التجريبي الخاص بك، قمت بتعديلات وانشأت صفحة سينجل بوست وهي جميلة جدا، وانشأتها وضعتها. فثم اردت تنقل هذا النموذج مثلا لموقع اخر، فما الشيء الذي ستفعله؟ ستأخذ ملفات القالب وتضعه في الموقع الاخر. هل ستجد النموذج الذي صنعته هنا؟ فعليك ان تعرف الاجابة. الاجابة لا، لان هذا النموذج تم حفظه بقاعة البيانات وليس في الملفات. فإذا أردت أن يتم حفظه بالملفات، فبكل بساطة ماذا تفعل؟ تذهب للنموذج بهذا الشكل، وتأخذ المحرر الشفرة، تنسخ ما كتبته، وأعتقد هذا اسمه سينجل سيكون هنا. ففي الآن أنا في القالب، في ملفات القالب بتابلت سينجل، أعتقد سيكون اسمه سينجل أو بوست، ربما بوست، لست متأكدة حقيقة، علينا الآن أن نتأكد من هذه المعلومة، ويمكن أن أضعه هنا، أعتقد سينجل وليس بوست. فإذا دعوني أعيد تسميته لسينجل، فإذا هنا سأعيد تسمية البوست دوت اتش تي ام ال لسينجل. جيد، فإذا الآن أصبح لدي هذا السينجل. طيب إذا أردت الآن، أنا عدت إلى هنا
وأردت أن أحذف هذا السنجل بوست لهذا النموذج الذي أنشأته من هنا، أريد حذفه من أي من مكان حفظه. أين تم حفظه؟ في قاعة البيانات، سأحذفه من قاعة البيانات. فيمكن أن أكتب حذف بهذا الشكل وحذف وانتهى. طبعا السنجل بوست عاد لدينا هنا. من أين عاد؟ من أين جاء؟ يعني جاء من التمبلت سنجل الذي أنشأته الآن من الملفات. فإذا عدت إلى هنا، أو دعونا نذهب إلى الملفات. فإذا عدت قمت بتعديل السنجل وكتبت هنا مثلا هيدينج، هذا هيدينج، أريد إنشاء مكون ووردبريس جديد سيكون هو عبارة عن باراجراف، فقرة، وبالتالي هذا سأغير هذا أيضا لباراجراف، وهذا هي سيصبح اسمها باراجراف، صحيح؟ أو ماذا اسمها؟ ووردبريس باراجراف. طبعا يجب أن هذه تكون عبارة عن باراجراف، وهذه باراجراف، وهنا أكتب hello world from single.html. طبعا مرة أخرى إذا أخطأت أنا بالكتابة، ووردبريس سيقول لي أنت أخطأتي، وسأعرف ما هو الخطأ وأصححه تباعا. فبالتالي هنا سأقوم بالتحديث وأنتظر. فإذا هذا السنجل سأقوم ب إيديت هنا، الخروج من الشفرة البرمجية، لاحظوا لا يوجد خطأ وهو صحيح، وهو الآن هو عبارة عن باراجراف ووردبريس، يمكن أن أعدله بهذه الطريقة. فالآن سأسأل سؤال آخر قبل أن أستمر، وهو أن ربما تسأل، بالرغم أنه يفترض أنك تعرف الإجابة لأني شرحت عن هذا في كل الفيديوهات السابقة، لكن ربما تسأل تقول ما هذه التاج مجددا، وماذا لو كتبت مثلا باراجراف عادي ليس باراجراف بهذه الطريقة بطريقة ووردبريس الجديدة. فإذا أردت أن أعرف يجب أن أجرب، فبالتالي سنكتب معا باراجراف آخر، لكن هذا الباراجراف لاحظوا بدون هذه الأشياء وبدون هذا. فهنا سأكتب مثلا hello، أو ليس hello، سنكتب مثلا hello، أو hello مثلا ماذا نكتب dash normal paragraph أو regular يعني. فالآن لو قمت أنا بتحديث لنرى، فنلاحظ ما هو الفرق، يعني ما فرق هذا عن هذا. لاحظوا إذا قمت بالنقر على الأول الذي هو الـ WordPress paragraph، يمكنني أن أغير لون النص، أي شيء، يمكنني أن أغير، أقوم بهذه الأشياء مثلا لون الخلفية، لون النص، أن أغير مثلا حجم الخط، يمكنني أن أقوم بذلك بكل سهولة. والآن سنرى التغييرات هذه على صفحة المقالة. بالتالي إذا أردت أن أرى التغييرات يجب أن أذهب مجددا للموقع، ودعونا نخرج من الموقع، نذهب لكل المقالات ونذهب لأي مقالة موجودة لدينا. فإذا عرض هذه المقالة، يفترض أن أرى هذه صفحة مقالة والتغييرات تظهر بشكل جيد. طيب الآن أريد تحرير هذا الشيء، فمرة أخرى نحرر قالب السنجل. لكن الآن لو قمت بالنقر على الثاني الذي هو regular paragraph، الذي هو HTML paragraph، إذا قمت بالنقر عليه لا يمكن أن أغير أي شيء، جيد، لأن WordPress لا ينظر إليه كباراجراف خاص بWordPress بالمحرر، ينظر إليه كباراجراف عادي HTML عادي. HTML عادي بالنسبة لجوتنبرغ وبالنسبة لWordPress يعني ماذا؟ يعني HTML مخصص. فبالتالي سيضع كل شيء HTML مخصص بمكون اسمه HTML مخصص. مرة أخرى سأكرر حتى يعني أوضح هذه الأفكار الخاصة بموضوع الووردبريس الجديد، لأنه مختلف عن القديم، فتحتاج وقت حتى تعتاد على هذه الأمور. فالفكرة الآن بووردبريس أن لدي مكونات، كل شيء هو عبارة عن مكون. فلدي مكون يعني في الوضع الطبيعي كان لدي عنوان، لدي باراجراف، وأقول هذا عنوان هذا باراجراف، جيد جدا، لا مشكلة. لكن الآن بالجديد بالووردبريس الجديد أيضا لدي عنوان ولدي باراجراف، عادي جدا، لكن هذه العناوين، هذه الفقرات هي عبارة عن مكونات. وطالما هي مكونات فيمكنني أن أقوم بتعديلات ووردبريس عليها، وتعديلات ووردبريس عليها تشمل الألوان، الخطوط، وغير ذلك من التعديلات التي يمكن أن تكون على المكونات. فإذا أنا جعلت أي مكون عادي مثل باراجراف أو مثل
فقرة يعني، أو عنوان، أو حتى صورة، أي شيء عادي جعلته مكون ووردبريس بإحاطته بتاج ووردبريس، فبكل بساطة أنا أتيح الفرصة لهذا الشيء أن يتم تعديل ملامحه وإعداداته من ووردبريس. أما إذا كتبته بشكل عادي مثل هذا، لا مشكلة، صحيح لا يوجد خطأ، لكن لن يتم التحكم بلونه وأموره وإعداداته التي تعرفتم عليها. الآن لنستمر، فإذا نحن سنذهب إلى القوالب وإلى مثلا إندكس أو بيجز، ليس بيجز، سنذهب إلى إندكس والهيدر ونعدل الهيدر. فنحن توقفنا عند الهيدر في المرة السابقة، وبالنهاية توقفنا عند هذه النقطة، نقطة التنقل أو مكون التنقل. مكون التنقل يعني القوائم بووردبريس. فاليوم سنتعلم عن القوائم أو سنكمل تعلم القوائم. فمرة أخرى ننقل على هذا، فلدينا هنا السايت هيدر، ها هو، فهذه هي كل إعداداته موجودة هنا. أريد النص أن يكون لونه أبيض حتى نراه بهذا الشكل، وممتاز. فإذن هذا هو الهيدر. طبعا لنرى دقيقة، ونريد أن نذهب لأي صفحة من الصفحات، مثلا هذا تيست. فإذن لاحظوا صفحة تيست سيظهر فيها الهيدر، هي هذه الصفحة، والصفحات نحن وضعنا فيها الهيدر ووضعنا فيها العنوان الصفحة. فإذن هذا هو عنوان الصفحة. فإذن الآن نكمل. فإذا لدينا هذا الهيدر، ولدينا هنا هذه القائمة، سأغلق هذا. فإذا هذه هي القائمة. فمجرد أن أنقر على القائمة، لاحظوا هنا في هذا القسم سنجد أن لدينا التنقل وهو اسم المكون، وهنا في هذا القسم سنجد إعدادات المكون الذي نحن قمنا بالنقر عليه. فبالنسبة للإعدادات، فلدينا الإعداد هنا، هذا التبويب الأول اسمه عرض القائمة، يمكننا من خلاله أن نحدد هذه القائمة، يعني ما هي القائمة التي نريد أن نعرضها. فمن يمكن أن أقوم بنقر على بالأعلى هكذا بهذه النقاط، أنا أعرف أنها غير واضحة، مخفية نوعا ما. فإذن بالقائمة هنالك ثلاث نقاط نقوم بالنقر عليها، يتم عرض كل القوائم التي تم حفظها بالموقع، ويمكن إنشاء قائمة جديدة. فيمكننا أن ننشئ قائمة جديدة من هنا. فإذن هذه هي القائمة الجديدة، لكن ليس فيها عناصر. فلاحظوا نحن كنا هنا، إذا أردت أن أسمي هذه القائمة يمكن أن أنقر على هذا الترس الموجود هنا، وفي الأدنى متقدم، وأدنى المتقدم اسم القائمة. فإذن اسم القائمة التنقل يمكن أن أسميها مثلا القائمة، قائمة القائمة الجديدة، أو قائمة الموقع مثلا نسميها. فإذن هذا هو اسم القائمة، ونعود إلى هنا حتى نضيف عناصر لهذه القائمة. فالمكون الرئيسي اسمه navigation، يعني التنقل. الآن بداخل كل بداخل القائمة يوجد عناصر اسمها navigation link، أي يعني روابط التنقل. يمكن أن أضيفها من هنا بنقر على زر بلس، وهنالك خيارات، مثلا يمكن أن أضيف أيقونات تواصل اجتماعي، يمكن أن أضيف بحث مثلا في القائمة، يعني بحث في الموقع، يمكن أن أضيف قائمة الصفحات وهي الافتراضية. إذا كنت تتعلم معي لأول مرة ستجد أن قائمة الصفحات هي التي تم وضعها. سنضع قائمة الصفحات ونحذفها، فلاحظوا كل الصفحات في موقعي ستظهر هنا. فإذا قمت الآن بالحفظ وذهبت للموقع لأرى فتحديث، لاحظوا ستظهر هنا كل صفحات الموقع. مثلا ذهبت إلى صفحة اختبارية، ستظهر لي صفحة اختبارية، هذا عنوانها، هذا محتواها، مثال على صفحة، هذه عنوانها، هذا هو الشيء المكتوب فيها. طبعا هذا كله نحن قمنا بكتابته بوقت سابق بموضوع البيج تمبلت. فإذا هذه هي قائمة الصفحات. طبعا أنت إذا أعجبتك هذه قائمة الصفحات يمكن أن تتركها وتحذف. أعتقد يمكن أن نحذف منها، لا يمكن أن تحذف على ما يبدو، أو يمكن أن تقوم بديتاتش هنا، يعني فصل، لكن لا داعي لذلك. يمكن أن نقوم بحذفها كليا ونضيف ما نريد فقط لهذه القائمة. فمثلا نضيف مكون آخر، نريد أن نضيف مثلا رابط ل
صفحة معينة، فده رابط الصفحة. و مجرد أن أقول رابط الصفحة هنا يعطينا خيارات أي صفحة تريد أن تربط معها. فمثلا أريد أنا التست، ويمكن أن أبحث، مثلا لدي صفحة مرحبا لكن لا تظهر هنا، يمكن أن أبحث عنها، أكتب مرحبا، إذا ها هي، فأقوم بالنقر، أريد إضافة صفحة مرحبا. ممتاز. فإذا الآن يمكن أن أضيف شيء آخر، مثلا رابط مخصص. رابط مخصص نفس الأشياء السابقة التي كانت ب نفس الأشياء التي الرابط مخصص نفسه بالقوائم القديمة. فإذا يمكن أن أضيف موقع الجوجل ربما بهذا الشكل. فإذا سأنقر هنا لإضافة الموقع، ها هو يوجد هنا أوبشن أو خيارات له. يمكن أن أضيف، لاحظوا، يمكن أن أضيف من هنا، أضيف سب منيو، يعني قائمة فرعية أدنى الجوجل. فبهذا الشكل، لاحظوا، أريد إضافة رابط مخصص أدنى الجوجل أيضا، فيمكن أن أضيف مثلا رابط، أي رابط. فإذا ها هو. فإذا الآن لو قمت بالحفظ لنرى كيف يبدو ذلك وتحديث، لاحظوا، فإذا لدينا صفحة مرحبا، الجوجل يظهر لنا مع هذه يعني الشيء، لأنها قائمة فرعية. فإذا ممتاز، نكمل. فالآن يمكن أن نضيف شيء آخر أيضا، يمكن أن نضيف مثلا البحث في الموقع. فإذا حفظ، فإذا ها هو، يمكن أن نبحث في الموقع، مثلا إذا أردت أن أبحث عن تيست، لن تظهر لي نتائج الآن حاليا، سيذهب مباشرة لصفحة الإندكس، لأنني لم أجهز النماذج لكل شيء. لكن فعليا عندما يتم النقر، عندما يتم البحث عن شيء هنا، فبالتالي يتم توجيهه لصفحة نتائج البحث التي ليست لدي في الموقع، فلن تظهر. لكن إذا لم تكن موجودة سيتم توجيهي إلى إندكس، فإذا هذه صفحة الإندكس. فممتاز. فإذا نعد هنا، نريد إضافة صفحة جديدة، رابط صفحة، أريد إضافة مثال على صفحة، إذا ها هي. ومرة أخرى يمكن أن أضيف سب منيو هنا، أو حذف هذا المكون، ولاحظوا يتم حفظها في قائمة الموقع هنا. فإذا هذه الأمور. هل يوجد أشياء أخرى؟ طبعا إذا قمت أنا بالنقر على هذا العنصر، لاحظوا أن كل عنصر يمكن أن أعدله بحد ذاته. فإذا الآن أنا خرجت من نافيجيشن، أنا ما زلت بالنافيجيشن لكن تحديدا حددت أنني الآن بنافيجيشن لينك. فالآن لاحظوا، إذا قمت أنا بالنقر على هذا سيوضح أين أنا الآن. فأنا مثلا بالتنقل كل هذه القائمة. أما إذا أردت مثلا تحرير مثال على صفحة فقط، سأذهب لإعداداتها هنا. فإذا لنرى ما هي إعداداتها ونعود للنافيجيشن حتى ننتهي منها. فلاحظوا الإعدادات، أنا يمكن أن تغير اسم الصفحة، أن هي صفحة مثال على صفحة لكن يمكن أن تغير اسمها. فإذا سأكتب مثال جديد، مثلا أغير اسمها، عفوا. وهنا الرابط، يمكن أن أضيف وصف، يقول إذا كان القالب يدعم سيعرض وصف، فوصف هذا الرابط مثلا، لنرى كيف يبدو ذلك. وماذا لدينا؟ يمكن أيضا أن نضيف البلوك نيم كوقت سابق، و CSS classes يمكن أن نستخدمها لاحقا. وأيضا يمكن أن نغير الألوان من هنا، فمثلا نجعل هذا مثلا خطه كبير، لاحظوا، أو صغير، مثلا نريد هذا المكون خطه صغير. يمكن أيضا أن نغير أشياء أخرى بالخط، مثلا حالة الحروف، تباعد الحروف، المظهر. المظهر يعني إذا قمت بتحديده بهذا الشكل فسيظهر لي هنا أنه يمكن أن نكتب مثلا عريض جدا أو خفيف جدا، مائل، بهذا الشكل. وبخصوص الأبعاد، فقط لدينا العرض، أن كيف سيتم عرض هذا، لاحظوا كيف سيتغير بهذا الشكل. يمكن أن أحدد العرض الذي أريده لهذا، مثلا 10 بكسل، لاحظوا العرض لا يسع، يعني ليس هنالك متسع، أو مثلا أعطيها مثلا 200 فأخذت 200، لاحظوا، أو فت يعني بالوضع الطبيعي، تنقل. ومن هنا سنذهب للإعدادات هذا. فبالإعدادات هذا، هنالك إعدادات لهذه القائمة، كيف تريد أن تظهر؟ هل تريدها أن تكون مثلا قائمة أفقية، أم يمكن أن تكون قائمة عمودية بهذا الشكل، أن تكون الأشياء بشكل عمودي. وهنا أيضا بالنسبة لقائمة الجوال، دعوني أحفظ حتى أريكم ما هي قائمة الجوال. فإذا قمنا بتحديث، هذه هي القائمة التي وصلنا إليها. إذا قمت أنا بـ Inspect Element أو Developer Tool،
طبعا هذا براوزر يعني استخدمه، هذه اول مره استخدمه، تصدقون اول مره استخدم هذا البراوزر، لكن يشابه كروم نوعا ما. فاذا ذهبت الى لارى كيف يظهر هذا على الجوال، فاذا لاحظوا، فلاحظوا كيف تظهر القائمه هنا. فالقائمه تظهر بهذا الشكل، واذا قمت بالنقر عليها سيظهر لي هذا القائمة، تظهر تغطي كل الصفحة، ويمكن أن أراها، وثم يمكن أن أنقر على X للخروج منها. فووردبريس يجعل لي القائمة responsive بشكل افتراضي، فكل القوائم responsive بشكل افتراضي. هذه أهمية استخدام مكونات ووردبريس وليس مكونات الـ HTML العادية. فهذا يمكن أن أقوم بالتعديل عليها من هنا، هذه هي إعداداتها. مثلا أنا أقول كيف العرض، لاحظوا العرض أن هنالك يعني خطين أفقيين، يمكن أن أغير ذلك. لاحظوا إذا قمت بالنقر عليه يمكن أن أغير ذلك لأربعة خطوط، أو أربعة هذا أم ثلاثة، ثلاثة خطوط ربما أو أربعة، لا أعرف. إذا هذه هي ثلاثة، ثلاثة، هذه ثلاثة خطوط، فيمكن أن أغيرها لثلاثة خطوط بهذا الشكل. هذا بالنسبة لشكلها. هل أريد إظهار القائمة أصلا، الأيقونة أصلا؟ فإذا لم تظهر الأيقونة سيظهر القائمة إغلاق. أنا أريد إظهار الأيقونة، ستظهر بهذا الشكل، واسمها قائمة الغشاء، وهذا ستظهر فقط. هل تريد أن تظهرها لا تريد أن تظهرها أبدا، هل تريد أن تظهرها على الجوال فقط، أم دائما تريد أن تظهرها؟ فنحن نريد أن نظهرها على الجوال بهذا الشكل. فبالتالي حفظ مرة أخرى سيتغير فقط الشكل الآن، فنلاحظ تغير الشكل، وهذه هي القائمة. فإذا نكمل مع الإعدادات الخاصة بالنافيجيشن، فإذا قمت أنا بإغلاقها أو فتح المكونات مجددا وذهبت للألوان، فهنا يمكن أن أغير الألوان فعليا لهذه القائمة. فمثلا الخلفية، نضع مثلا خلفية، طبعا ليس الغرض مرة أخرى الستايل، أنا فقط أعرض الأفكار يعني، بدال الستايل يبدو يعني ليس جميل جدا. فإذا هنا مثلا الخط هكذا، اللون، نص القائمة الفرعية، الفرعية هذا، والغشاء، الغشاء يعني قائمة الجوال، فيمكن أن تغير. لاحظوا تغير القائمة الفرعية هنا. خلفية الخلفية، هذا نص، هذا لون النص، هذا لون الخلفية الآن مثلا، لاحظوا كيف سيظهر. الآن قمت بالحفظ مرة أخرى وقمت هنا بالتحديث، لاحظوا غيرت اللون هذا بدلا من أبيض غيرته للون آخر باستخدام هذه الإعدادات. وأكيد هنالك لدينا حجم الخط، يمكن أن أحدد مثلا، أريد مثلا حجم الخط 14 بكسل أحدد، أو أقول مثلا small, medium, large, x large، وأيضا الأمور الأخرى الخاصة بالخطوط. ها هي قائمة النافيجيشن. إذا هذا هو الشكل، لاحظوا. طيب ماذا عن الكود؟ لا أعتقد سأشرح الكود اليوم، لكن سنراه. فإذا الكود كما نعرف محرر الشفرة البرمجية، ها هي، وفقط نريد أن نذهب للنافيجيشن. إذا ها هي النافيجيشن، ها هي، وأين يتم إغلاقها؟ أين هي؟ طبعا هي سيلف كلوزنج نافيجيشن، بالتالي لم يتم إغلاقها. إذا ها هي كوبي، ونذهب إلى هنا ولصق. إذا هذه هي مرة أخرى. أنت ترى هذا الموضوع لأول مرة، تراه معقد، لكنه ليس معقد كما اتفقنا في دروس سابقة. الفكرة الأساسية بكتابة ووردبريس تاج التالي هو أن أفتح ال HTML وأغلقه بنفسه بهذا الشكل، أو أغلقه، أكتبه مرة ثانية وأغلقه. وهنالك لدينا جيسون اوبجكت، هنا هذه جيسون اوبجكت يتم فيها تمرير المعلومات الخاصة بهذا المكون، وبهذه الطريقة ووردبريس يفهم هذه النافيجيشن، يفهمها. فالمعلومات التي مررها تبدو سهلة، فما رأيكم أن نقرأها قراءة لأنها سهلة جدا. الريفرنس هو ريفرنس القائمة، لأن القائمة هي عبارة عن منشور، تحدثت عنه في الفيديو السابق فارجع له، شرحنا عن الريفرنس. والريفرنس الذي يحتوي على النافيجيشن لينك. لدينا التكست كلر الذي حددناه، لدينا الباك جراوند كلر الذي ايضا حددناه، هنالك الايقونه التي هي عباره عن ايقونه المنيو، هنا الاوفرلاي
باك جراوند الذي هو الغشاء، الذي اسمه الغشاء، وهذا هو لونه، وهذا لون النص الخاص به. طبعا بالنسبة لللاي اوت فهو تايب فليكس وهوريزونتال. من أين جاءت هذا؟ لأريكم هذا اللي أنا لم أخبركم عنها. جاءت من هنا، عندما أنا حددت التنقل بهذا الشكل، لاحظوا هنا عندما حددت التخطيط، فإذا هذا التخطيط فليكس بالنسبة للسي اس اس اسمه فليكس، وهنا يمكن أن أحدد طريقة الترتيب بهذا الشكل. فالسهم العمود، السهم الأفقي يعني هوريزونتال، والسهم العمودي يعني vertical، وبالتالي هذه هي جاءت من هذا الموضوع، جاءت orientation horizontal. ولدينا الستايل، والستايل هو خاص بالفونت سايز. طيب كيف يظهر ذلك بالكود الموجود هنا؟ إذن لنخرج من هذا. إذا هذا ما هو الكود الخاص بها؟ إذا مرة أخرى spec، هي قام بإنتاج ناب بهذا الشكل، فإذا هي ناب هنا. فإذا مرة أخرى سأقوم بنسخها ولصقها، فإذا copy، أنا فقط نسخت قبل قليل جزء منها، الآن كلها. إذا هذه هي الناف، لاحظوا. فإذا WordPress Navigation عبارة عن ناف، طبعا نصحح، والمعلومات التي تم تمريرها من هنا مثل Text Color، مثل Background، كلها تم تمريرها كClasses تم إنشاءها من قبل WordPress. فمثلا التكست والBackground Color كلها يتم تمريرها من هنا من خلال Classes. طبعا هنالك Classes أخرى مثلا خاصة ب لأننا فعلنا قائمة الجوال، بالتالي Is Responsive تم تمريرها، وتم تمرير Is Horizontal التي شرحتها قبل قليل، التي هي عبارة عن layout، هذا layout horizontal. طيب الكلاس الأهم من هذا هو WordPress dash blog dash navigation، هذا الكلاس هو الذي جعل من هذه الناب مكون WordPress. أيضا هنالك معلومات أخرى تم تمريرها للناب، وهي معلومات خاصة إتاحة الاستخدام، يعني مثلا لقارئات الشاشة، مثلا للأشخاص الذين لديهم يعني مشاكل مع القراءة، أو مثلا لا يستطيعون الرؤية للأسف. فهؤلاء الأشخاص يكون لديهم برامج لقراءة الشاشة. عادة كل الأشخاص يكتب المواقع ولا يكتب الكود، ولا يهتم لتلك العينة من الناس أو تلك المجموعة من الناس، لكن WordPress يهتم لأمر الجميع، وبالتالي قام بإضافة هنا الأشياء المهمة الخاصة بقارئات الشاشة حتى يستطيع كل الناس تستخدم الموقع. فكل شيء عندما ترى مثلا هنا area label وهذه الأمور كلها، هذه متعلقة بقارئات الشاشة حتى تفهم هذا الموضوع دون أن يعني فعلا تراه. فإذا هنا بالنسبة لووردبريس أيضا يضيف لك أضاف الناف هنا، وأيضا أضاف الأزرار الخاصة بفتح القائمة، وأيضا هذا الكود يشمل، لاحظوا هذا الكود يشمل المنيو هذه الأصلية هذا، وأيضا منيو النافيجيشن الجوال، فإذا يشمل الاثنتين معا، وبالتالي هو كود طويل، وإذا أردت أنت أن تكتبه ستتعب، ويعني لن تحقق كود بالجودة التي يكتبها ووردبريس هنا. فمن المفضل أن تستخدم مكون نافيجيشن هنا، لأن لاحظوا هو فعليا أضاف لك الريسبونسيبيتي وأضاف كل شيء. فهذه بالنسبة للنافيجيشن لينك، لاحظوا أو النافيجيشن آيتم، هذه عبارة، هذه الأشياء التي أضفناها مثل الجوجل وصفحة مرحبا، أو صفحة مثال على المثال على صفحة. ولاحظوا السب منيو، لأن كان لدينا هنا سب منيو، الجوجل جعلناه سب منيو، لاحظوا الكلاس الذي أضافها هنا. فالفكرة من هذه الكلاسز لماذا مهم أن تراها أو أن يعني أن تمر عليها؟ لأن بالنهاية إذا أردت مثلا ستايل لهذا الموضوع، إضافة ستايل مخصص لهذا الموضوع، فبكل بساطة يمكنك ماذا أن تفعل؟ أن
تأخذ هذا الكلاس الذي هو ووردبريس مثلا داش بلوك داش نافيجيشن اندرسكور اندرسكور سب منيو ايكون، هذا للايكون جيد. فبالتالي يمكنك ان تقوم بتعديل على هذا دون فعليا ان تقوم بتغيير مكون ووردبريس او تغيير اتش تي ام ال. فاذا نقبل القراءه، انا فقط ارى اذا كان هناك شيء مهم فانا اخبركم عنه. نفس الفكرة الآن، لاحظوا أن القائمة الفرعية هنا وضع لها UL والكلر الذي أضفناه لها، لاحظوا تم إضافته هنا، تم تمريره كالكلاسز موجودة هنا، وكل item وضع لها navigation item. ونستمر مع هذا الموضوع، هذا هو. لاحظوا الرابط الذي هنالك مثال جديد وأضفت له وصف، هنا أضاف الوصف مع WordPress Blog Navigation Item Description، أضاف هذا الوصف. فهو فعليا بهذا المكون، هو ليس فكرة فقط أن يضيف لك منيو الآن، وليس كالوقت السابق. الوقت السابق كان فقط تضيف أنت القوائم وتضيف المعلومات، وبقي على مطور القالب هو أن يهتم بكل هذه الكتابة. وإذا كان القالب مطور القالب محترف فسيكتب سيجعل هذا الكود منظم وجميل مثل هذا، وإذا لم يكن كذلك فقط سيضيف القوائم ولا يهتم لأي أمور خاصة بجودة الكود. لكن مع مكون نافيجيشن الآن فنحن لا نكتب أي شيء ولا نتعب، فقط نخصص الشيء الموجود والذي هو ووردبريس، مكون ووردبريس. كيف سنخصصه؟ رقم واحد، من هنا يمكن أن نخصصه بالإعدادات الموجودة هذا أمامنا، أو إذا لم نكتفي بذلك ما زال هنالك المزيد من الإعدادات التي نريد أن نضيفها، أو الستايل، لأن كل تعديل الذي يمكن أن نقوم به هو خاص بالستايل فقط لا شيء آخر، لأن الفانكشناليتي موجودة. فالطريقة الثانية هو أن نقوم بأخذ هذه الكلاسز التي تم إنتاجها من قبل ووردبريس، مثلاً ووردبريس داش بلوك نافيجيشن التي رأيناها قبل قليل في مرة أخرى، مثل هذا الكلاس مثلاً، أريد تعديل شيء خاص بهذا الموضوع، فأقوم يعني أخذ هذا الكلاس وإعادة كتابة تارجت يعني هذا الكلاس وكتابة الكود الذي أريده مثلاً. وإذا أردت أن لا يتم ذلك، لا أريد هذه الطريقة، التخصيص رقم ثلاثة سيكون هو أن في كل مكون مكونات ووردبريس، مثلا هذا السايت هيدر، لاحظوا بمتقدم يوجد لدينا كلاسز إضافية، فأنا أضفت لهذا السايت داش هيدر، وبالتالي يمكن أن أقوم بأخذ، إذا قمت بتارجت لسايت داش هيدر فيمكنني أن أعدل على أي شيء موجود بهذه البلوك، وبالتالي أنا وضعته في درس سابق. كل واحدة من هذا يمكن أن أضيف لها كلاس، مثلا تنقل أعتقد من هنا متقدم، نعم من هنا يمكن أن أضيف كلاس مثلا header navigation. والتعديل طبعا لنرى هذا الكلاس هل سيتم إضافته، ذهبت إلى مرة أخرى inspect element، فيفترض هنا في الأعلى بالناف هي، فإذا هنا يفترض أن يكون لدينا كلاس اسمه site navigation، لكنني لا أرى تحديدا، دعوني أحدث مرة ثانية لأن هنالك كثير من الكلاسز الموجودة، وأتأكد أنني أضفته header navigation للتنقل. فإذن أعد إلى هنا، فإذن هذا هو الناب، يفترض هنا أن يكون لدينا يتم إضافة، ها هو، فإذن ها هو إذا رأيتموه هذا هو header navigation. فمن هنا يمكن أنا أن أقوم بأخذ هذا الكلاس وإضافة style css خاص به و التعديل عليه بالشكل الذي أريد. التعديل رقم ثلاثة ليس من خلال هذه الطرق، بل من خلال ملف اسمه theme.json، وملف theme.json نحن لا أعرف هل قمنا بإنشائه؟ ليس بعد. فذن theme.json هو أعتقد يجب أن يكون موضوع الحلقة القادمة.